الإنجليزي يسأل عن ما يسمى بالعادة السرية. حقيقة العادة السرية يعني أن يعبث الإنسان بنفسه سواء كان رجلا أو امرأة، أن يعبث بأعضائه حتى ينزل وتصيبه الجنابة. هذا داخل في قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال الله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهي أيضا لها أضرار في الحقيقة، أضرار نفسية وأضرار يعني جسدية وطبية ونحو ذلك، ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها.